Sayfa 301 302 116. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl: Elem ekul leke inneke lan tes tetî'a ma'iyye sabra. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استضع ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقو فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. زكاه واغرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما فكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يَبْلُغَ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تضلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما كني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم رضما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم